بسم الله، السلام عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم حاجه تقليديه وشابه وبنينه وتناسب الفصل اللي رانا فيه. جبت لكم اليوم بركوكس، بركوكس تاع النفس بالطعميره، خصوصي الاخت اللي طلبته مني قالت لي جيبي لنا بركوكس بالطعميره. فوالا، شوفوا واش عندنا البركوكس تاع الطعميره تاعنا. عندنا هنا الخضره، فوالا حبه حبه من الخضره هنايا، عندنا بصل طوماطيش، فوالا عندنا حبه حر، وعندنا شويه تشتش. نروحو هنايا البصل تاعنا، شوفو نقطعوه هكذا، نقطعوه برك هكذا كيما جات نورمال. فراح نطحنو الخضره، نحطو تاني هذيك الطوماطيش نقطعها، الخضره هذه كامل نقطعها نحطوها كامل هنايا. فوالا نديرو زروديه، العيش يحب زروديه، تعطي لواحد البنه بزاف شابه. وهنا عندي زوج سنات ثوم، كيما تعرفوا انا ما نحبش نكثر الثوم في الماكله تاعي. فوالا حطيت زوج سنات برك، وهنا نحطو ثلث مغارف تاع الزيت. فوالا العيش ما يحبش ليدان بزاف. وهنايا شويه تاع ملح، اللي هي مغرف صغيره تاع الملح، ملح على حسب الذوق. هنا زوج مغارف صغار تاع راس الحانوت، العيش يحب الراس، يحب راس الحانوت عفوا. وهنايا زوج مغارف صغار تاني تاع عكري، وهنايا مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطه. فوالا، وهنا حبه جومبو البنه. فوالا نحطو هنا كلش مع بعض، ومن بعد نبداو نحطو على النار ديك الكوكوط ونبداو نخلطو. فوالا ونخلوهم يتقلاو كامل مع بعض هكذا. فوالا هكذا نخلطهم كامل، داك الزيت قاعد يتخلط معاهم. وهنا نحط هكذا شويه تاع ما باش ديك القليه ما تحرقليش. فوالا ونخليهم يتقلاو في حالهم، ونحط هذاك الصدر تاع الدجاج تاني معاهم، ونغم نقص النار ونخليهم يتقلاو. دوك هنايا نزيد نحط هنا شويه تاع هنا قزبر، قزبر اللي فيه الريحه ماشي معدنوس، ونخليهم تاني حتى يتقلاو. فوالا بعد ما يتقلاو معانا نحطوا المرقه، الكميه اللي تكفينا. واش حطي بنتي الكميه اللي تكفيك. فوالا، ونخلوها دوكا نغرقوا الكوكوط، ونخلو ديك الخضره تاعنا تطيب. فوالا انا هنايا بديت بالمرقه هي الاولى، ومن بعد رحت للطعميره، ومن بعد باش رحت بديت نفتل في العيش. دوكا هنايا هنا عندي شويه تاع الفيونداشي، وعندي هنا زوج مغارف تاع سميد كبار اللي حمصتهم، سميد حمصوه. نروحو للطعميره دوكا. فوالا هنايا قلنا شويه تاع فيونداشي، زوج مغارف كبار تاع سميد، سميد نحمصوه، وزوج مغارف تاع راشابلوغ اللي هو الخبز محمر، ومغرف تاع فارينه. فوالا، ومغرف تاع راس الحانوت، ومغرف صغيره تاع العكري، ومغرف صغيره تاع الملح، الملح على حسب الذوق. فوالا، وزوج حبات تاع بيض كاملين. هذه الطعميره تاعنا، قلت لكم بلي هذا البركوكس او العيش جبته خصوصي الاخت اللي طلبته مني، قالت تجيب لنا العيش بالطعميره. فوالا دوك هنا نحطو الثوم، انا حنقص هنا الثوم راه بزاف. فوالا انا تعرفوني ما كثرش الثوم، هذه نخليهم للدرسه. فوالا ونحن غبي هذو في الطعميره. وهنا عندي شويه تاع قزبر تاني، قزبر ماشي معدنوس اللي فيه الريحه. فوالا، وهنا عندي مغرف صغيره تاع خميره، مغرف صغيره كامل باش هذيك الطعميره تاعي تجي خفيفه، ما تجيش ثقيله. مغرف صغيره ما كثرش خميره. ونحطو هكذاك واحد الربع كاس تاع حليب. هنا حطيت الحليب، ومن بعد نزيد نشوف الا خصني نزيد. دوك هنا زوج مغارف تاع الزيت باش تاني باش ديك الطعميره تاعنا ما تجيش قاسحه، تجي طريه. فوالا، ونعجنو مليح مليح، ولا لقيناها ناشفه نزيدو الحليب. الطعميره تاعك لازم تجي سايله. فوالا، هاي ليكم هنا السميد تحمصوه، السميد حمصوه. فوالا، اللي هي زوج مغارف تاع السميد، ما تكثريش السميد، زوج مغارف كبار، وزوج مغارف كبار تاع خبز محمص، ومغرف كبيره تاع الفارينه. الفيديو مفهم، روحو بالنسبه اللي ما فهمتش على هدرتي. دوك هنا نجيبو ساشي ولا سولوفان ولا بابي كويسو ولا المنيوم، واش كان عندك. انا ما نحبش نخدم في الالمنيوم، يقولوا مضر بالصحه، ذاك العام ما نحبش نخدم به. انا هنا راح نخدم بالكيس، كيس عادي، ساشي عادي. فوالا، ونبداو نلمو هكذا، نلمو ديك التعميره تاعنا مليح، ونزيرو عليها الساشي باش تجينا معبره. وشنو كي نجيو نحزمو ما نزيروش الساشي، باش كي تخمر معانا هذيك التعميره تلقى لي تساح. فوالا، كي نولو ندورو هكا نزيرو الساشي، بصح كي نولو نحزمو ما نزيرو الساشي، خلو لي تساح. فوالا هنايا شوفو شحال خليت لي تساح هنا. فوالا، في دورة نفهم روحو هكذا، ونزيدو هنايا تاني دوك نعقدو منا، ونعقدو مليح باش ما تخرجلناش ديك التحميره. فوالا، ونغمدو مليح، نغمدوه مليح في الساشي باش ما تخرجلناش التحميره تاعنا. فوالا، ونخلو لي تساح، شوفو لي تساح منا. دوك نزيد لها ساشي وحده اخرى باش ما تخرجليش ديك التحميره هكذا. وهنا راني حاطه القدره يتغلي، راني حاطه هنا القدره يتغلي باش نفوروه. نزيدو نكملو تاني الاخرى. هنايا انا جاو معايا زوج حرابش، جاتني كميه لبس بيها.
فوالا خرج معايا كميه لبس بيها هنايا، بالنسبه لي عندها عائله راح تكفيك. فوالا هكذا هنا انا شويه جات نشفه، هنايا راهي معايا نشفه شويه التعميره، ديروها شويه خفيفه باش تجيكم طريه وشابه، تجيكم خفيفه في الماكله تاعها. دوك نحطهم في الكسكس ونغمهم ونديهم ونخليهم هكذاك واحد 20 دقيقه. نحطهم هنا فوق الماء، الماء اللي يكون يغلي، خليهم 20 دقيقه ونغمهم مليح. دوك نروحو نفتلو العيش. هنا انا العيش حنفتلو الطعام، حطيت هنا الطعام يتشمخ قبل ما نبدا نطيب، ومن بعد لقيت الطعام تشمخ دوك نبدا نفتل في العيش. هنا نبدا نفتل في العيش تاعي هكذا، نشمخ في الطعام تاعي ونحط في السميد هكذا، السميد الرقيق حتى اللي يطلع معايا العيش. وبالنسبه المبتدئات اللي حابين يتعلموا العيش راح نخلي لكم الفيديو تاع العيش في صندوق الوصف. هنا ماشي حنطول معاكم في العيش باش الفيديو ما يجيكمش طويل، راح نوري لكم غير لقطات برك فوالا، وراح نخلي لكم الفيديو تاع العيش في صندوق الوصف بالنسبه اللي حابه تعلم العيش. انا حطيت معاكم فيديو في القناه من قبل تاع العيش خطوه بخطوه المبتدئات. فوالا هنا راح نوري لكم لقطات برك هنايا بعد ما فتلناه كامل. دوك هنا ندلو في الفرينه باش داك العيش تاعنا يجي رطب وما يجيش حرش، ونحبكو هكذا مليح. بعد ما نكملو كامل نحطو له الفرينه هكذا، كل شويه نحط الفرينه هكذا ونحبكوه مليح هكذا باش العيش تاعنا يجينا رطب ويجي شباب، وكي نحطوه في القدره ما يتفتحلناش هكذا باش ما يجيش حرش. تاني لازم نديرو له الفرينه باش ما يجيش حرش، لو كان ما ديروش الفرينه يجي حرش. دوك هنا العيش تاعنا بعد ما كملناه ندوه نحطوه يفور. هاوليكم انا هنا درت العيش رقيق، الخطر عليه العائله تاعي يحبوا العيش رقيق ما يحبوه شخشين. فوالا دوك هنا نحطوه يفور ونخلوه حتى يتبدل اللون تاعو بالنسبه للمبتدئات. هنا بعد ما فرنحوه شوفوا، هنا ما حبيتش نحي لكم ذي اللقطه، بالنسبه اللي تحط العيش كيما هكذا المبتدئات وتلقاه كيما هكذا ما يخلعكش، دوك يتفتح لنا. هنا العيش كي نخلوه يفور مليح يدير كيما هكذا في الكسكس. فوالا دوك هنا نفتحوه هاوليكم ما يخلعك ما والو. فوالا هنا كي يفور مليح، والعيش خليه يفور مليح، خليه يفور مليح باش ما يتعجلكش في كي تجي تغليه، ما كي تجي تطبخيه ما يتعجنش، خليه يفور مليح. هنا العيش علاش جا كيما هكذاك خبزه؟ خاطرش خليته فار مليح باش كي نحطوه في القدره ما يتعجلش. فوالا هنا بعد ما فتحناه كامل هاوليكم نروحو نكملو المرقه تاعنا. دوكا هنا نحينا الخضره، صفينا ديك المرقه، هذيك الخضره بعد ما طحناها ليكم دوكا نحطوها هنايا في الكوكوط. وهنايا عندنا الدرسه، هنا الدرسه درت 3 سنات تاع الثوم، شويه تاع قزبر وشويه تاع عكري وشويه تاع راس الحنت وشويه تاع كمون. فوالا وهنايا دوكا نحطو هذيك هنايا هذيك الدرسه عفوا. ودوكا هنايا التعميره تاعنا بعد ما فارت خلاص طابت معانا، دوكا نحطوها في الكوكوط شويه تعطي البنه تاع المرقه. فوالا هنا نجيبو هكا كيردو نثقبوها كامل باش تدخلنا المرقه في هذيك التعميره تاعنا وما تجيناش ناشفه وتجينا بنينه. فوالا تشرب المرقه شويه نحطوها هكذا نثقبوها شويه برك ماشي بزاف بالكيردو هكذا ولا موس ولا فرشيطه شويه باك ثقبيها، نحطوها نخلوها حوالي هكذاك 3 دقائق. هنا بعد ما جلست عليها 3 دقائق ولا 5 دقائق نحوها من المرقه. فوالا نخلوها حتى اللي تنشف تكتر وتنشف. هاي ليكم هكذا هاي التعميره تاعنا، خرجت لنا كميه لبس بها بالنسبه لي عندها عائله كبيره. وهنا التعميره تاعنا هاي ليكم بعد ما قسمناها هنا كامل، شوفوا خرجت لنا كميه لبس بها. فوالا نقربها لكم هكذا باش تبان لكم، شوفوا كيفاش جات معانا، جات بزاف شبه ريحتها دايره حاله، شوفوا جات معانا طريه ماشي قصحه. دوك ديك المرقه نحط فيها هكذا حبات الحر، نحطها حوالي هكذاك 2 دقائق 3 دقائق ونحي هذيك الحبات الحر باش ما تطلقليش الحر في المرقه تاعي. فوالا انا العائله تاعي محكي لي ما يحبوش الحر. دوك هنا عندنا البركوكس تاعنا او العيش تاعنا. فوالا دوك بعد ما كملنا كامل مع التعميره وكامل نحطوا داك البركوكس تاعنا يغلي في المرقه، نخلو ديك المرقه حتى تولي تغلي. كي تولي تغلي نحو ديك الحبات الحر باش ما تطلقناش الحر، ونحطوا داك البركوكس تاعنا ولا العيش تاعنا ونخلوه يغلي. دوك هنايا نص مغرف كبيره تاع سمن ولا زبده واش كان عندك باش هذاك البركوكس تاعنا تجي فيه بنت السمن وما يتعجنش. فوالا هاوليكم البركوكس تاعنا حنا بعد ما غليناه بعد ما طبخناه، هكذا نصور لكم واحد وقت باش يبان. قلت لكم انا العائله تاعي يحبوا البركوكس رقيق، هذاك انا فتلته رقيق. فوالا وانت فتلي كيما يحبوا العائله تاعك رقيق ولا خشين.
فوالا هذا هو البركوس تاعنا بعد ما وجدناه وغليناه كامل. وشتوني من قبل نحيت المرقه، نقصت المرقه باش اللي يحبوا المرقه نزيد لهم المرقه، واللي يحبوه ناشف ياكلوه ناشف. فوالا هنايا بعد ما كملنا هذا البركوكس تاعنا، هذاك الدجاج فتتو هكذا وزدت له شويه تاع قزبر للريحه برك. فوالا وهنايا ديك التعميره تاعنا بعد ما استفناها كامل، هذا هو البركوكس تاعنا بالتعميره او العيش تاعنا بالتعميره، العيش تاع النافس. ان شاء الله يعجبكم، واللي طلبت مني الفيديو ان شاء الله ان شاء الله تشوف الفيديو فوالا، ولا جربته ان شاء الله ينجح لها. ولا عجبكم انتم ديروا لايك، واللي اول مره تشوف قناه دير ابوني تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد، بارطاجوا فيديوهاتي ما تنساوش. وبالنسبه اللي طلبت مني البركوكس بالتعميره نقول لها سمحي لي لا طولت عليك، خاطر العيال تاعي ما يحبوش البركوكس اللي مشري من برا، يحبوا البركوكس تاع الدار. هذاك على انا كنت نستنى حتى نصيب الوقت باش نفت البركوكس. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تستفادوا منه، وشاهدكم في الجنه، ومع السلامه.